صباح الخير روناك. هو في الواقع الجيش على ما يبدو أعلن أن هذه العملية بدأت منذ ليلة أمس بحسب المعلومات الموجودة الآن من التصريحات الإسرائيلية. حتى هذه الساعة هم يتحدثون عن انضمام الفرقة 91، وهي الفرقة التي تحمل اسم عصبة الجليل. هذه العمليات إذن بحسب المعطيات إلى الآن بدأت ليلة أمس بحسب التصريحات الإسرائيلية، وهم يتحدثون عن عمليات برية مركبة ومحددة في جنوب لبنان. ما زال يعني من غير الواضح ما هو المقصود بموضوع العمليات المحددة، خاصة وأنه كان في اشتباكات ومحاولات لعمليات برية طوال الأيام الماضية كما تابعنا في كل الأخبار الأتية من الجنوب، وفي أعداد كبيرة من القتلى الذين وقعوا في صفوف الجيش الإسرائيلي إثر هذه العمليات البرية. ننتظر مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع. وفي نفس الأثناء روناك، يعني لا يمكن أن نتحدث عن هدوء حذر دون أن يتم خرقه بغارات. بالنسبة للبقاع، كنا نتحدث عن ليلة شبه هادئة من ناحية الاستهدافات الإسرائيلية، ولكنها لم تكن هادئة من ناحية طائرات الاستطلاع التي استمرت بالتحليق طوال ساعات ما بعد الظهر بالأمس وحتى بالليل. وحتى الآن في حديث في بعض المناطق أنهم يسمعون طائرات الاستطلاع. أيضا كذلك بعد ليلة شبه هادئة أفدنا بمعلومات أتية من البقاع الشمالي بشكل خاص أنه بدأت الغارات تستهدف محيط بلدات بعلبك، تحديدا محيط بلدة قصرنبا، تحديدا هذه البلدة التي تتعرض لقصف متواصل من جانب الطيران الإسرائيلي منذ بدء التصعيد لاسيما بمنطقة البقاع. كذلك ما زلنا نحاول التأكد من التفاصيل المتعلقة بسماع دوي انفجار في نقطة قريبة من معبر المصنع بالبقاع الأوسط. كذلك يقولون أنه هذا الصوت سمع بمحيط المصنع وليس على المعبر فعليا، ونحاول معرفة تفاصيل إضافية حول طبيعة هذا الانفجار، ويعني نفيدكم بها فور معرفتنا بالأمور. طبعا يعني نحن أمام يوم كذلك حفل بالقرارات، ننتظر قرار أو حتى ربما أي معلومات أو معطيات من جانب وزارة الأشغال حول المعابر البرية والجوية روناك. بوضعنا هنا في البقاع ننتظر معلومات حول معبر المصنع. خلال هذا اليوم يفترض أن تكون هناك اجتماعات، ويفترض أن يكون هناك إيضاحات ما إذا كان سيكون هناك قرار حكومي، قرار رسمي بإصلاح طريق المصنع لإعادة فتحه بشكل كامل، أو أن الأمور ستستمر على ما هي عليه من بعد استهداف هذا المعبر. شكرا جزيلا لك حتى اللحظة لارا، وبطبيعة الحال سنعود لك خلال تغطيتنا المستمرة لاحقا من البقاع. مفادة الحدث لارا نبهان.